والحديث عنه اكثر عن الثوبر المصري البحريني. معانا عبر الهاتف من البحرين الاستاذ حسن ياسين، عضو مجلس اداره الاتحاد البحريني لكره السله ورئيس لجنه المسابقات. كابتن حسن، مساء الفل. مساء الورد كابتن محمد، شلونكم؟ ان شاء الله طيبين. اخبار حضرتك ايه، كله كويس؟ الحمد لله رب العالمين. شلونكم؟ عساكم بخير ان شاء الله. ان شاء الله كله بخير. خليني في البدايه اعرف كابتن حسن، منين جت فكره استضافه او تنظيم السوبر المصري البحريني؟ اول شيء حاب طبعا عبر منبركم اوجه التحيه والتقدير الى جميع الاعلاميين في مصر بالتغطيه الرهيبه اللي قاعده تصير حق السوبر المصري للنسخه الثانيه على التوالي. فكل التحيه والشكر لكم والاتحاد المصري على هذا المجهود اللي قاعدين تقومون فيه. طبعا موضوع استقطاب السوبر المصري في البحرين جاء من بعد دراسه ان السوبر او الليج البحريني في البحرين من ناحيه جماهيريا، مع احترامي الى كل دول الخليج، عنده صدى جدا كبير في عالم كره السله في منطقتنا الخليج العربي. والفريق اللي قاعد يشارك، الفرق اللي قاعد تشارك في البطولات الخارجيه من عندها عندها وزن، ويعني اقرب مثال نادي المنامه النسخه الماضيه فاز ببطوله غرب اسيا زون وصل، فعندنا قاعده جماهيريه جدا كبيره. فكان في هناك مطالبات ونقاشات من قبل لجنه المسابقات، من قبل مجلس الاداره، وطبعا في توجه من قبل طبعا سمو الشيخ خالد بن حمد ال خليفه نائب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه، رئيس الهيئه العامه للرياضه، رئيس اللجنه الاولمبيه، وسمو الشيخ عيسى بن علي نائب رئيس اللجنه الاولمبيه باستقطاب السياحه الرياضيه في البحرين. فيات منطلق فكره السوبر المصري لاستضافه البحرين الى حدث مهم ولعبه ليج مهم نفس الليج المصري. يعني احنا سوينا بنش ماركينج في المنطقه، شفنا انجح يمكن فعاليه البحرين تقدر ان هي تستضيفها هي السوبر المصري بحكم القاعده الجماهيريه اللي جمهوريه مصر عندها في لعبه كره السله، والقاعده الجماهيريه اللي موجوده في الانديه الرياضيه المحليه في مصر. فيات على هذا الاساس يعني. طب كابتن حسن، خليني اعرف برضو حضرتك تشرح برضو للجمهور المصري نظام البطوله هيبقى عباره عن ايه؟ طبعا في الاسبوع الماضي تم طبعا كشف الستار على برنامج السوبر المصري البحريني بحضور طبعا رئيس الاتحاد البحريني لكره السله والسيد محمد الحلو، طبعا المدير التنفيذي للاتحاد المصري، مع الشريك الاستراتيجي طبعا اللي هو بنك الاهلي المتحد، طبعا ممثلها السيد بسام التتان. فان شاء الله السوبر البحريني المصري راح يقام على ثلاثة أيام وثلاثة مراحل. تبتدي أول مباراة بين الأهلي المصري والإسكندري في تاريخ 28 نوفمبر إن شاء الله 2024. اليوم اللي بعده طبعا الفرق المصرية راح تكون عندها يوم راحة. نبتدي السوبر البحريني بين فريق نادي المنامة وفريق نادي الأهلي. اليوم الأخير بتكون مباراة اللي هو تاريخ 30 بين الفائز من السوبر المصري والسوبر البحريني، قبلها بتكون الخاسر من السوبر المصري للسوبر البحريني. وهذه المباراة الثالثة أو اليوم الثالث من هذه المهرجان بتكون جماهيرية أكثر، لطبعا الاحتكاك الخليجي المصري من قبل طبعا هذه المبارتين راح البحرين تستضيفها. وإن شاء الله احنا متأملين يعني خير من هذه المبادرة وهذا البرنامج اللي هو ثلاثة أيام. راح تكون في هناك جوائز، راح تكون في هناك برامج كثيره ان شاء الله راح نكشف الستار عليها في الايام القادمه. طب كابتن حسن، خليني اقعد بمناسبه حضور الجماهير، يمكن السنه اللي فاتت كان في مباراه الاهلي والزمالك في البحرين، السنه اللي فاتت كان في حضور جماهيري كبير جدا داخل الصاله. متوقع السنه طبعا اكيد الحضور الجماهيري هيبقى اكبر لان في جمهور يعني فرق من البحرين وفرق من مصر. هل هيتغير الصاله، هتتغير ولا هي نفس الملعب اللي اتلعب السنه اللي فاتت؟ هو نفس الملعب، صاله خليفه بن سلمان في منطقه مدينه تسع كم الف يا فندم؟ اكبر صالة. 6000 شخص تقريبا، مع الفي اي بي ومع المقاعد اللي صايره خلف دكه البدلاء. فتقريبا تتكلم عن 5500 الى 6000 مقعد متوفر في هذا الملعب.
كان تم توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد البحريني لكرة السلة والاتحاد المصري لكرة السلة، يا ترى ايه بنوده؟ يعني كابتن احنا اليوم البحرين يعني ما راح تستضيف مسابقة او بطولة مثل بحجم السوبر المصري اذا طبعا النسخة الماضية ما شهدت نجاح باهر ونجاح كبير. بالضبط. يعني كانت في هناك قاعدة جماهيرية، واحنا في الاتحاد من الموسم اللي طاف طبعا تم التواصل معنا بصفة شخصية، هناك جالية مصرية في البحرين كبيرة وعملنا معاهم برامج وحاولنا ان احنا ننسق مع دول الخليج العربي بعد، بحيث ان دخول سهولة دخول الجالية المصرية الى البحرين خلال هذه الثلاث ايام تكون سلسة ومريحة لجميع اللي راح يحضر المباراة. فاحنا عندنا قاعدة جماهيرية نفس ما قلت لك الموسم اللي طاف، من بعد ما تم الاعلان عن هذه الاتفاقية جاتنا اتصالات هائلة من كل مكان، من السفارة المصرية، من المجتمع المصري، من طبعا عندنا جمعية اطباء مصريين في البحرين، عندنا جمعية مدرسين مصريين في البحرين، فجاتنا اتصالات كثيرة بحيث يبون يعرفون شلون هم حابين انهم يسوقون حق الفعالية. يعني الايفنت هو من نفسه كابتن محمد يسوق لحاله، يعني عندك انت مباراة الزمالك والاهلي في البحرين تقام، انتم في مصر يعني هي بحد ذاتها هذه يعني تصير سوقات يمكن اسبوع قبل المباراة. بالضبط. انت تخيل تجيبه هني في البحرين وفي ناس حابة ان هي تحضر هذه المباراة وموجودين في منطقة الخليج العربي، فوفرنا لهم جميع السبل اللي يقدرون انهم يجون فيها البحرين. فنجاح الموسم السابق طبعا ترجم الى توقيع اتفاقية ثانية لسنة ثانية على التوالي بإقامة السوبر البحريني المصري في مملكة البحرين نهاية شهر نوفمبر إن شاء الله. إن شاء الله طبعا. احنا متأملين خير، وهذا التعاون مستمر إن شاء الله، تعاون مستمر مع الاتحاد المصري، وإن شاء الله راح نشوف آفاق بعيدة بعد في المستقبل القريب إن شاء الله. طبعا كل التوفيق. طبعا البحرين أو المملكة عندكم احنا عارفين هي حاليا الفترة الحالية بتهتم جدا بكرة السلة، يمكن في استضافة للبطولات الدولية عندكم الفترة الحالية، طبعا استضافة بطولة زي السوبر المصري البحريني أكيد نوع زي ما حضرتك قلت في البداية نوع من السياحة الرياضية، خاصة ان دول الخليج كلها المسافات قريبة، فتقدر انك يجي لك ضيوف مصريين من كل الدول القريبة، وده اكيد طبعا نوع مهم جدا من السياحة الرياضية. كابتن حسن ياسين عضو اتحاد البحرية كرة السلة ورئيس المسابقات، شكرا جزيلا ليك، وان شاء الله بإذن الله تبقى بطولة ناجحة ونشوف بطولة ناجحة ان شاء الله في نسختها الثانية في البحرين. بكده خلاص.